الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين وإمام الذاكرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وأهميته، وأنه ليس له حد معلوم، وأنه لا يسقط على الإنسان ما دام يعقل، وأن أهل الذكر أسبق وأرفع، وصلة الذكر بالعبادات، وأنه طمأنينة وسكينة وبركة ونعمة وحياة للقلب. وإذا كثرت عليك شرائع الإسلام فاستعن به، وأجره بلا حد، ومن ثمراته الحفظ والسلامة والإعانة على العبادة، وأن ذكر الله أكبر، وأن الذكر بالقلب مع اللسان والجوارح أفضل من الجهاد في سبيل الله، وأن حلق الذكر فضلها عظيم وهي رياض الجنة، وأن هذا الذكر فيه تذكر من النسيان والغفلة، وفيه حركة اللسان مع مواطأة القلب، وأن هنالك أذكار عامة مطلقة، وأذكار خاصة مقيدة بزمن أو مكان أو حال، وأن أجر الذكر يعظم إذا اجتمع اللسان مع القلب، وأن أجر الأذكار المنصوص عليها في النصوص لا تحصل إلا إذا جرى اللسان بها، فصارت قراءة، وكذلك العلاقة بين الذكر والدعاء، وأنه قد يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، وما هو العمل إذا اختلفت الروايات في أعداد الأذكار، وأن يحرص المسلم والمسلمة على العمل بالفضائل ولو مرة واحدة. وهذا الذكر عظيم الشأن، فينبغي إجلاله واحترامه، ولذلك نص العلماء على عدم جواز جعله في مقام اللهو واللعب والمعصية، ولذلك نصوا على أنه لا يجوز أن تبدأ حفلات المعصية بالقرآن أو بذكر الله، كما أن شارب الخمر لو ذكر التسمية أو شارب الدخان لعد مستهزئا بالدين، يخشى عليه من الخروج عن الملة والكفر بالله سبحانه وتعالى. والذكر له لطائف ومناسبات، الأذكار لها لطائف ومناسبات، ولذلك ينبغي علينا أن نهتم بمعانيها، وأن معرفة معاني الأذكار وخصوصا التي تقال دائما في اليوم والليلة تعين العبد على الخشوع، وأن يتواطأ الذكر القلبي مع الذكر اللساني، كما قال ابن القيم رحمه الله: وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية، وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. فهذا المطلوب من المسلم، أما أن يردد كلمات لا يعرف معانيها فكيف يتدبر وكيف يخشع وكيف تحصل المواطأة من القلب لللسان؟ ولذلك اهتم العلماء بجمع الكتب في معاني الأذكار وتصنيفها، كالنووي وابن القيم وابن حجر وابن علان والشوكاني وغيرهم. فهذه الكتب تبين معاني الأذكار، وتقدم أن ذكر الله تعالى يكون مطلقا في كل وقت ويكون مقيدا. فلنبدأ بالأذكار المطلقة والمقيدة بعدها، فنشرح بعضا من معانيها. ذكر المطلق: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ففي جميع الأحوال
هذا ديدنهم. ذكر الله على كل حال ليس بمكروه، سواء كان قاعدا مضطجعا ماشيا يأكل يشرب، وكذلك لو كان على جنابة أو على طهارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، وقالت عائشة رضي الله عنها: إني لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة على السرير. فهذا معلوم واضح ويدل على ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى. وأما الذكر المقيد وهو على ثلاثة أنواع: مقيد بالزمان، ومقيد بالمكان، ومقيد بالحال. فأما المقيد بالأزمان فمنه أذكار الصباح والمساء، ومنها سبحان الله وبحمده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، رواه مسلم. قلنا: سبحان الله فيها تنزيه الله عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به. كم من الناس اليوم في الأرض يشركون بالله ويكفرون، ومنهم من يعبدون البقر، ومنهم من ينسب لله الإبن وينسب لله الزوجة، ومنهم من يجعلها آلهة مع الله عز وجل يشرك به. فإذا التسبيح هذا معناها أنك تعتقد يا مسلم أن كل ما يعتقده هؤلاء أهل الباطل من الشرك ونسبة ما لا يليق لله سبحانه وتعالى، كما يفعله هؤلاء الملاحدة والزنادق اليوم من نسبة الظلم لله مثلا، وأنهم يتكلمون عن الله بكلمات شنيعة لا يقولها الواحد عن أبيه وأمه. فنجد في مقالاتهم المنشورة المبثوثة انتقاد لأفعال الله، انتقاد وعيب وذم وقدح في أفعال الله وفي حكمة الله. أنت يا مسلم ما تقول سبحان الله معناها أنك تنزه ربك عن كل ما يكتب هؤلاء الكتاب وهذه الأقلام وهؤلاء الذين يتكلمون وهكذا. في القديم والحديث كم من شاعر، كم من كاتب، كم من قاص يكتب كلاما لا يليق بالله عز وجل ويقول كلاما لا يليق به سبحانه. سبحان الله وبحمده، الحمد وصف المحمود بالكمال. فأنت جمعت في قولك سبحان الله وبحمده بين تنزيه الله عن النقائص وإثبات الكمال له، ولذلك كانت هذه الكلمة من أعظم الأذكار. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده، رواه مسلم. وكذلك قالت الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كيف يعني نسبح بحمدك؟ تقول سبحانك اللهم وبحمدك أو سبحان الله وبحمده. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإذا انتقلنا إلى ذكر آخر وهو سيد الاستغفار، فقد قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها، فلا بد أن يعرف معناها حتى يوقن. يوقن بماذا؟ وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، رواه البخاري. ومناسبة هذا الذكر في الصباح والمساء أن الإنسان لن يموت إلا في ليل أو نهار، فقراءة هذا الذكر سبب في حسن الخاتمة. وسيد الاستغفار هذا فيه ذكر الله بأكمل الأوصاف، وفيه أقصى غاية التضرع ونهاية الاستكانة، لأنه يعترف لله بالربوبية: اللهم أنت ربي، ثم توحيد الألوهية لا إله إلا أنت، ثم الإقرار بمقتضيات توحيد الربوبية خلقتني، والإقرار بمقتضيات توحيد الألوهية وأنا عبدك أعبدك. وكذلك
الإقرار بنعم الله تعالى على العبد والاعتراف بالذنب وطلب المغفرة، وهي ستر الذنب والوقاية منه. وكان هذا الدعاء في آخره فاغفر لي، فأوله ذكر وآخره دعاء وثناء على الله وبيان قدرته تعالى، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وتقول المرأة في سيد الاستغفار وما في معناه: وأنا أمتك بنت أمتك أو بنت عبدك، ولو قالت وأنا عبدك فله مخرج في العربية بتأويل شخص، يعني كلمة شخص يدخل فيها الذكر والأنثى، فلو قالت المرأة وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك يصح، ولو قالت وأنا أمتك بنت أمتك أو بنت عبدك يصح. وقال عن سيد الاستغفار: قد اشتمل هذا الحديث من المعارف الجليلة ما استحق لأجل أن يكون سيد الاستغفار. وتأمل ما فيه كيف يعاهد العبد ربه أن يكون على منهاج الرحمن، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. والله عهد إلى عباده عهودا وأورهم بأوامر ونهاهم عن أشياء، فالأوامر والنواهي هذه عهد الله. لو قال واحد وأنا على عهدك، ما هو عهدك؟ ما هو عهده؟ أوامره ونواهيه. ما استطعت يعني لا بحسب ما ينبغي لك وما تستحق، لكن بحسب استطاعتي. لأنك لو قلت أنا على ما تستحق يا ربنا أو على ما ينبغي لك، ما تقدر، ما تقدر. لو تعبد وتذكر بالأنفاس كلها التي لك ما استطعت. ولذلك تقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، بحسب استطاعتي أعوذ بك من شر ما صنعت، فتلتجئ إلى الله وتتحصن به وتهرب إليه من ذنوبك ومن الشر الذي اقترفته، وتعترف له بأمرين: بإنعامه عليك وبأنك أنت المذنب. وكأنك تقول: منك الإحسان ومني الإساءة، أنا أحمدك على نعمتك وأنت أهل للحمد وأستغفرك لذنبي. ولذلك قال بعضهم: ينبغي للعبد أن تكون أنفاسه على أمرين: نفس يحمد فيه ربه، ونفس يستغفر فيه من ذنبه.